بس يا ابو شفيق إيه؟ ما بقى تعذبني. ايوه دخيلك دللني ومطرح ما رايحه وصلني. قولي انت شو؟ انا شو؟ اسم الله عليك قنبله. اناقه ولا جمل؟ نكته عفوتتها. حياتي كلها عرض وطلب. صحيح. نكته جديده. صراحه ما فهمت شيء. انا مش مغيرك. انا مش مغيرك. طالع لك غمازه شفتي حكيم؟ عن نقزه طلعت لحالها. مهضومة عم بتنكي يا ابو شفيق. دخيلك الارض كم برمة. الله يتعدى. التخويطة ما هيك؟ ايه التخويطة. انا وصغيرة كانوا كتير يعلقوني اهلي بالسقف فطلعت مسقفة. دخيلكم ما بقى فينا. دخيلكم. تاكسي ابو شفيق. ليه ظهروا؟ يوميا طيلة شهر رمضان المبارك بعد الاخبار على الاو تي في.